السلام عليكم، اتمنى تكونوا بخير. معكم ياسين كرم من بلوج جديد. مو خوت اليوم هذا البلوج تشوفني نبدل حيت حيت لي باغ ديالي، وان شاء الله ماشي ما نبقى نحيدهم ديما. السيمانه الجايه نردهم، غير كنعاني في شي حوايج وقضيه ديال الدونتيس قصه اخرى. اخويا هذا ماشي هو الموضوع ديالنا اليوم. الموضوع ديالنا اخوت اليوم هو عندي بيسبس تريسبس، نخدموا شي ورك اوت لي زوين لي موتيفاسيون ونشوف المستوى اللي وصلت ليه انا باش نعرف اخوت من داك النوع. ماشي كنبقى نتخبى، لا ما خاصش بنادم يشوفني، لا المستوى اللي كنوصل ليه راه كنبارطاجيه معكم في لي فلوغ، في الانستغرام، في كل شيء، باش نتوما تشوف التطور واش كاين وما كاينش. علاش؟ حيت انا كنقرا لي كومونتير ديالكم، كنقرا الموتيفاسيون ديالكم، اي حاجه كتقولوا لي كندير بها، واي ميساج كتصيفطوه لي ولا كومونتير زوين ايجابي ولا سلبي اخوت كندير به. الله بغيتكم تبقاو معايا في هذا الفلوغ اللي غادي يدوز خفيف ظريف زوين موتيفاسيون، ونوريكم المستوى اللي وصلت ليه. قول لي في الكومونتير ياسين كاين تحسن ولا ما كاينش. وان شاء الله موراها نديروا الحجامه لاول مره نستعملها، وعندها فوائد بزاف 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 اللي غادي نشرحهم لكم واللي ننصحكم بها ديروها. انا كنت كنتهرب منها، انا ما عنديش عليها قدمايات الخوف، ولكن اليوم زعمت حيت ظهري كيضرني بزاف، الدات ديالي كضرني مع لاصال، مع كل نهار كنتريني 6 ايام في السيمانه ما ارتاحيتش لا صيف لا والو، وما كاينش المشكل اخوت. المهم ندير البري ورك اوت ديالي ونتسنى موعد ابو حفصه اللي ديما معطل عليا. ديما انا كنكون واجد لابس نادي كنبغي نضرب بري ورك اوت، ما كنبغيش نضرب بري ورك اوت قبل ما يجي، حتى نعرف غادي يرهني بري ورك اوت غادي يطلع ليا هو باقي ما جيش، كنعيط لي وانا حداك انا حداك. لي رونديفو ديال المغاربه وما دار الخوت. علاش كتعطل صاحبي جدي اخويا؟ خقت نعس كيسطيني، كنعيط ليها الخوت كيقول لي راه باقي نعس خويا ياسين، واش هذا غادي تريني معاه؟ لا هو موتيفاسيون في راسها. انا كنت عارف واحد القضيه، ماشي نعس من البارح، هادي حتى لجوج ونص وتكي ساعة صراحة اخوت كيخدم بالليل كيخدم بالنهار، الله يحسن العوان. داكشي علاش انا كنقول ليه ماشي مشكل، واخا تعطل عليا موعد، ولكن انا معنويا كنتريني مع 3 ونص الربعة، 3 راه ناعس ما تعيط الموعد. ثلاثة ونص يقدر يجاوبك. علاش انا عيطتي المرة الأولى بعدا عيطت ليك وما كتجاوبش موعد، عاد كنعاود نعيط ليك بعد 3 ونص كتجاوب لي. كدير لالارم؟ لا لا سبحان الله. إلا بصح تجيك مو تشوف شكون دابا في الدار 6 الصباح كنكون قاني راهي. هذا ولفت ما خوتي ملي كتولف الفياق راه كتشوف. واخا تمام واخا كلشي يمكن موتيفاسيون معايا ياسين. مو واخا شنو غندير لهم موعد؟ بيسيرش تريسيرش إن شاء الله. واش تكون واحد حصه بومب نطلعوا فيها البومب ان شاء الله. موراها شنو نديرو؟ نمشيو نديرو الحجامه حياد. Crazy.
خوت يلا سير دابا حصه ديال بيساب تريساس ما عاد كيجيك من الفلوس لا تبارك الله زوين الحمد لله نشوفوا كلشي في التصاور ماما تشوفوا كلشي في الفلوغ ان شاء الله والبلان اللي كاين هو دابا كاين الطوموبيل دابا باش نوصلوا اللي كاين في الحجامه الغاندي نتوما عارفين في كاس سيركيلاسيون مع السونس بوم عامر معاد دار معنا مزيان قال لي عندك في الموطور معاد شحال الوقت نوصل وسيدي معروف الغاندي ربع ساعه الله حيد ماما خوتي نتلاقاو ان شاء الله وتشوفوا لي زيطاف كاملين اللي غادي يدوزوا وانتم معنا في الفلوغ معاد الوجبه المهم الوجبه قال لي قال لي ما تقصيش حاول ما تقصيش حتى المورا الحجامه قال لي على الاقل خاصك تكون واكل ساعتين قبل وانا يلا كملت لاصه خاصني ناكل ماشي مشكل هذا النهار نضحيو بالماكله تنكمل الحجامه وناخذ الوجبه ديالي ماما راه حاطه في السكاره داكشي ناضي معاد تا هو راه خشى الوجبه ديالو في السكاره نوصلو ويقصي هو بما كملت انا ونقصي حتى انا ان شاء الله يلا معاد ديماري ليا ديماري سير معاد يلا معاد هاديك معاد الله الكاسك كلشي على الكاسك الدراري هما الخوجين عند الدكتور بوطاليب اللي غادي هو اللي غادي ان شاء الله يصوب لي الحجامه لاول مره في حياتي نستعملها كنت خايف ولكن هو زعمني قال لي ديرها وصحاب ميسكيلاسيون بالنسبه لي انا في كامل الاجسام خاصني نستعملها وحتى الناس اللي ما كيديروش كامل الاجسام كيديروا رياضه اخرى راه مزيانه وما يشرح لكم الفوائد ديالها باش نتوما اللي درتوها تبقاو مرتاحين. السلام عليكم معكم الدكتور جعفر بوطاليب دونك كما فسر لكم ياسين فوائد ديال الحجامه عند سبورتيف راه مهمه كدير لعب كتلعب دور كبير في لا ريكوبيراسيون موسكولير في ليبراسيون دي طونسيون في كورباتور و وتيديروها حتى الناس اللي ما عندهم والو زعما بحال هكا تيبغيو يديروا الوقايه من الامراض تتنقي الذات من الدم المتلوث زعما الخايب فوالا اللي زعما الدم عندما دير داك الدم دونك تنخرجوه عن طريق الحجامه هذه الحجامه الوقائيه وكاين الحجامه العلاجيه على حسب المرض ديال الشخص فوالا حتى تكون شي واحد كيمشي للركبه نيشان عنده شي لي سيرور كيمشي كتقصد لي كتقول كيقول لك كتقول لي شنو المرض اللي عندك لك البلاصه نيشان وكيستعمل فيها ولا شي واحد بغى يدير عادي راه كيدير في لوكور كامل ولا في ظهر كامل ما كاينش المشكل ودابا نبداو ان شاء الله وتشوفوا كاع الشرح وكاع الانضطاب وان شاء الله فين الدكتور كاين اللي تيخاف كاع من الحجامات يقول لك راه كتقصى ولكن انا زعما كنطمئن الواحد زعما كنقول له بان الحجامه الطبيه كيكونوا دوك لي زانسيزيون زعما سطحيين بزاف زعما ما كنديروش داكشي غلط باش الواحد ما يتقصحش وحتى لا سيكاتريزاسيون من بعد كتكون ساهله المهم اخويا تشوفني انا غادي نستعملها وتشوف الريزلت ديالي وانا ارتاح انا وترتاحوا انتوما الاول كنديروا شويه ديال الزيت ويد دو بارافين باش نديروا ان بتي ماساج بلي فونتوز باش ستيمولي لا سيركولاسيون سانغين باش ملي نفيكسيو لي فونتوز دغيا يتجمع لينا الدم في ديك البلاصه
انا العيا كنت معايا غير تحت البارتيون بارتي لامبير سي نورمال تدخل لاصال تدخل وي دونك اون فا كونسونطري لي فونتوز على هاد لا بارتي اوسي ديال لامبير هذه اللي درنا دابا حجامه جافه كتجي قبل من دوك لي زانسيزون اللي تنديرو عاد تيخرج الدم دونك غنبداو نحيدو كاس بكاس وغادي نديرو دوك لي زانسيزون باش يبدا يخرج الدم شويه بشويه حتى هذه نوع من انواع الحجامه هكا كاش قلت لكم في الاول جافه حيت حتى هي تقد دار غير هكا الناس اللي تيخافوا من هاد لي زانسيزون ديال هاد البيستوري يقدروا نديروا لهم غير هاد الطريقه هذه وفي الغالب زعما هاد لي زانسيزون تيكونوا غير سطحيين يعني ما تيقصحوش وما تيخليوش لا سيكاتريس حتى ديك لا سيكاتريس ديال دوك لي زانسيزون كتبقى 24 ساعه كتسدد فوالا كاين لو سونوار تيبان من الفوق تيبان من دابا داك الدم كحل اون فوا غادي نديرو لي زانسيزون غيبدا يخرج نديرو لونتيسيبتيك باش نعقمو البلاصه فين غنديرو دوك لي زانسيزون باش ما تانفيكتاش لابو من بعد دونك اونتيسيبتيك ضروري منه خوت يلا كملنا دابا كنشكر الدكتور تهلا فينا مرحبا هو خوت مرحبا بكم كل شيء عنده ماشي غادي نصورها بالنسبه لي بخي استاذ بالنسبه للحجامه الرطبه يعني افيك دوك لي زانسيزيون اللي كيخرج فيها الدم هي 200 درهم وجافة 150 درهم ماما لي بخي كاع يجي تصاوب معاك نقول لك من طرف ياسين مرحبا الله يسلمك ضروري هذا ما كان خوت اشران يلا دخل دابا الدار وكنحسب واحد العيان بغيت غير نتكى الناس باقي خاصني نمونطي لكم الفلوغ دابا كندوف بحال هكا حيت راه فاتيكي قال لي بزاف مرو الحجامه ما خاصك دير شي افور بقى لي وجبه وحده تخيل معايا غادي نتكى نمونطي الفيديو يقدر يدير لي نعاسه ندير لا لارم باش ناخذ الوجبه الاخرى عاد خاصني نرجع للناس
واخا ما عرفتش الواجبات ما خديتش نتزاكل معاهم. المهم داكشي اللي كنقدر عليه راه كنبارطاجي معكم فلوغ عادي بسيط موتيفاسيون تواضع مني. وكنوجد البطولة الحمد لله اخوت باقي بخطوه بخطوه شنو النيفو اللي وصلت ليه نشجعوني اذا كان عجبكم ونتلاقاو فلوغ جاي ان شاء الله اللي يكون احسن من هذا وندير شي افور احسن ونتلقى شي ايد احسن. انا مقاتل مع البطوله مقاتل مع الريجيم وكنقدر نفلوغ ليكم صعيب توفق ما بين بجوج على قبلكم كندير هادشي. ومتنساوش جيم افوني كومونتي وبارطاجي ونتلاقاو فلوغ جاي ان شاء الله.